الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والمصنف حفظه الله المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. إذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال المؤلف حفظه الله المبيت بمزدلفة. قال بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويخرج الحجاج بعد وقوفهم بعرفة في هدوء وسكينة، وهذا التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول لهم بعد خروج من عرفة السكينة السكينة، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، بل أكثر المسلمين إلا من رحم الله ترى الصخب وارتفاع الأصوات وسرعة السيارات، وكأن الأمر يعني في حرب أو فرار من أمر خطير. فينبغي أن يكون على جميع المسلمين السكينة، وأن يلزم كل السائقين السكينة في سيرهم والهدوء، وأن يكون خروجهم بخشوع وتضرع إلى الله عز وجل شكرا له على أداء هذا الركن العظيم وهو الوقوف بعرفة، تضرعا إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم. كذلك تجنب أذية المسلمين وخاصة عند الإفاضة من عرفة، فإن الناس يزدحمون، فالأمر يحتاج إلى صبر وتحمل واحتساب، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا. قال فإذا وصلوا إلى مزدلفة نزلوا بها، وعليهم أن يتحققوا من وصولهم إلى مزدلفة، وهذا يعرف إما بالحدود والعلامات التي وضعت، فإن أول ما يصادف القادم من عرفة بداية مزدلفة، هناك لوحات كبيرة ضخمة كتب عليها بداية مزدلفة، فعليهم أن يتحققوا من الدخول خلف هذه اللوحات. وكثيرا ما يأتينا في السنوات الماضية أن بعض الحجاج يقول بت في مكان ثم لما أصبحنا تبين أنه ليس بيننا وبين الدخول بمزدلفة إلا أمتار، يعني ما بينه وبين الدخول بمزدلفة إلا أمتار. فعليهم أن يتثبتوا من وجود هذه اللوحات وأن يكون مبيتهم بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب حتى الصباح، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه كانوا معه على هذا الأمر، وإنما رخص للعجزة كما يأتي في يعني كلام الشيخ. من التفريط أن يبيت الحجاج خارج مزدلفة، وأما إذا صادفهم الزحام وما وصلوا إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر من الليل فيبيتوا ما بقي لهم من الليل، ولا يضرهم ما حصل من التأخير وما مضى من الوقت من الليل إذا كانوا في الطريق. والمصنف حفظه الله أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد صلاته من مزدلفة إلى منى. أول ما يعمله الحاج بعد نزوله إلى مزدلفة هو أداء صلاة المغرب، خاصة صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة بادر إلى الأذان، أمر مؤذنه أن يؤذن، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى بالناس، ثم بعد ذلك حطوا رحالهم. ولهذا قال العلماء السنة أن يبادر إلى الصلاة قبل أن يحط الرحل، ثم يحطوا رحالهم ويصلوا صلاة العشاء. يصلون هذه السنة يصلون صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولكن المغرب كما هو معلوم لا تقصر
القصر وإنما هي على هيئتها، فإن القصر للرباعية، القصر للرباعية، وهذه الصلوات الخمس منها ما يجمع ويقصر، وهي صلاة العصر، صلاة الظهر، وصلاة العصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي صلاة المغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر لا تقصر ولا تجمع مع غيرها. وأما المغرب فإنه لا يقصر ولكن يجمع مع غيره مع العشاء. وأما الظهر والعصر والعشاء فإن هذه الصلوات الثلاث الرباعية تقصر وتجمع، فالظهر يجمع مع العصر والعشاء يجمع مع المغرب. ثم نبه الشيخ على أنه من الخطأ التقاط الحصى والانشغال به، فإن هذا ليس هو المقصود من المبيت في مزدلفة، حتى إن بعض الحجاج في أذهانهم أن المقصود بالمبيت في مزدلفة هو أخذ الحصى، ولهذا بعضهم يقول أخذنا الحصى ومشينا، وبعضهم يقول أنا أوكلت من يأخذ لي الحصى من مزدلفة. ليس المقصود بأخذ الحصى، بل إن الحصى حتى لو نسيه من مزدلفة جاز له أن يأخذه من منى، لكن قال العلماء السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقط له الحصى بعد أن انصرف من مزدلفة في ذهابه إلى منى. قالوا حتى يكون أول ما يبادر إليه عند دخوله منى هو رمي جمرة العقبة، لأن تحية منى رمي جمرة العقبة، فلا ينشغل بأخذ الحصى. والصحيح أنه لا يأخذ إلا سبع حصيات لرمي جمرة العقبة فقط، ولا يأخذ غيرها من الحصى، وأما بقية الحصى فيأخذه من منى. فينبغي التنبه للمقصود بالمبيت في مزدلفة، وأنه واجب من واجبات الحج، وليس هو المقصود التقاط الحصى، وإنما المقصود هو المبيت والتقاط الحصى بعد ذلك. وهذا الحصى سواء أخذه من مزدلفة أو من طريقه بعد يعني مغادرة مزدلفة، ولكن الناس اليوم في السيارات يصعب عليهم الوقوف، فلو أخذوا الحصى من مزدلفة فلا بأس. المصنف حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر لمزدلفة حق الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها، غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. ثم نبه المؤلف حفظه الله أن الحجاج يبيتون هذه الليلة وهم في مزدلفة حتى الصباح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب من واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه عليه دم، وأما من خرج بعد منتصف الليل وقبل الفجر فإن أهل العلم يقولون إذا بات معظم الليل له حكم المبيت، لكنه فرط في السنة، فإن السنة أن يبيت إلى آخر الليل وأن يصلي الفجر بمزدلفة، ثم يدعو بعد صلاة الفجر وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. أما إذا انصرف قبل منتصف الليل فإنه قد فرط في هذا النسك، فعليه أن يجبر ذلك بدمه. كذلك من دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل لا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ولا أن يرمي جمرة العقبة، لأن أول وقت للرمي وللإفاضة هو بعد الانصراف من مزدلفة، وأول ما يمكن الانصراف وأول وقت يمكن الانصراف منه من مزدلفة مع تأدية الواجب هو بعد منتصف الليل، فلا يكون الطواف ولا الرمي لجمرة العقبة لا يكون إلا بعد منتصف الليل، ولو أخاه بعد الفجر فكان هذا أفضل وأحسن. ثم نبه الشيخ على أن هذه الليلة ليس فيها عبادة مخصوصة، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء أنه نام في مزدلفة حتى نقل عنه أنه لم يقم تلك الليلة، ولكن العلماء قالوا لم يقم تلك الليلة القيام الطويل، وأما وتره عليه الصلاة والسلام ومعتاده أن يصليه في الليالي فإنه يصلى في تلك الليلة، ولهذا يشرع الوتر، ومن كان له ورد يصلي في كل ليلة فليصلي في تلك الليلة، ولكن ليس لها عبادة مخصوصة يعني كما يظن البعض.
قال المصنف حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جابر الطويل. وقال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك، كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة والمشعر الحرام مزدلفة، لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. ثم بعد طلوع الفجر يشرع له الدعاء والتضرع لله عز وجل، والسنة أن يصلى الفجر في أول وقتها حتى يكون هناك متسع للدعاء والذكر، ثم ينتظر حتى يسفر، وذلك بأن يرى ضوء النهار قبل طلوع الشمس، فيدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالدعاء عند المشعر الحرام سنة، ومن لم يتمكن من ذلك فليدعو في مزدلفة، فإن مزدلفة كلها مشعر، ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما نقل ذلك الإمام الطحاوي، وأن هذه من مواطن يعني رفع اليدين في الدعاء. ثم نبه الشيخ على أن المشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج من الحرم. فمزدلفة مشعر وحرم، وعرفة مشعر وليست بحرم، ومنى مشعر وحرم، يعني أنه تؤدى فيها المشاعر وهي من الحرم. قال المصنف حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم بذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري ومسلم. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه البخاري ومسلم. ثم نبه الشيخ على أنه للضعف والعجزة وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف وللعجزة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، وكذا من كان مرافقا للضعف والعجزة وليس معهم من يقوم على خدمتهم فحكمه حكمهم. وأما أن يسير جميع الحجاج ويتعجلوا فإن هذا خلاف السنة، وأما من كان معهم يقوم على خدمتهم فحكمه حكمهم. ولهذا يحسن لأصحاب الحملات أن يقدموا بعض الباصات التي فيها العجز والضعف بحسب حالهم، ويؤخروا بعض الباصات للقادرين على البقاء حتى يصيبوا بذلك السنة. وعليهم أن لا يتعجلوا في الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لأن هذا نسك، وينبغي للسائقين أن يحرصوا على مصلحة الحجاج الذين دفعوا أموالهم وهم يريدون كمال الأجر، فعليهم أن يعينهم على هذا الأمر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يجاب عن من يزعم أن أعمال الحج غير معقولة المعنى؟ غير معقولة في عقله، وأما عند العقلاء فإنهم يرضون بشرع الله، وكل ما قدره وكل ما شرعه الله لعباده فإن أهل العقول يقبلونه ويعتقدون أن لهم في ذلك المصلحة، والعقول ضعيفة عن إدراك حكمة الله، مع أن الحكمة في الحج ظاهرة، فإن فيه إظهار لطاعة الله ولعبادة الله عز وجل، وهذا أمر مجرب يعرفه المسلمون بتجربة، أنهم إذا رجعوا إلى الحج رجعوا وقد زادوا إيمانا وقويت صلتهم بربهم، وكم من تائب تاب في الحج ورجع على خير ما هو عليه من الاستقامة على طاعة الله بعد الحج. فالحج عبادة عظيمة وركن عظيم يخرج فيه المسلم إلى بيت الله المعظم، ويؤدي هذا النسك في المشاعر
ويشهد جمع المسلمين ودعاءهم، وقد يغفر الله عز وجل للمسلمين في عرفة فيلحق بهم من كان مقصرا، كما جاء في الحديث هم القوم لا يشق بهم جليسهم، فقد يمن الله على بعض الصالحين وبعض أهل الفضل بالاستجابة ويكون معهم من المفرطين فيلحقهم الله عز وجل بهم، لأنه كما جاء في الحديث هم القوم لا يشق بهم جليسهم. فمنافع الحج عظيمة جدا وآثاره عظيمة، ولكن بعض ضعاف العقول إذا ما استشكلوا شيء فهذا من ضعف عقولهم، ثم إن العقول سواء أدركت الحكمة من العبادة أم لا فإن العقول تقصر عن إدراك حكمة الله عز وجل. قل السائل: كيف تقصر النساء شعورها في الحج في حال وجود الرجال؟ المرأة عليها أن تخلو بنفسها أو مع نساء، ويمكن لها بعد ذلك أن تقوم بالتقصير، وإذا لم تجد يعني مكانا يعني تخلو بنفسها فيمكن يعني أن تدخل يدها تحت العباءة وتأخذ شعرها وتقصر منه، وإذا ثقل عليها ذلك فيمكن أن تؤخر التقصير إلى وقت يعني تكون بعيدة عن الرجال. قل السائل: من فاته الوقوف بعرفة هل يجب عليه إتمام حجه لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله؟ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وقال بعض العلماء يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة لأنه فاته الحج فيتحلل بعمرة، وأما الحج فقد فاته. قل السائل: كيف ينجي المسلم نفسه من فتنة الشبهات والشهوات، وما هي الأمور التي تعين على إصلاح سريرة المرء؟ فتنة الشبهات والشهوات من الفتن التي يتضرر بها المسلم في دينه، والوقاية منهما بقوتين: قوة العلم وقوة العزيمة. ففتنة الشبهات بضعف العلم، فإذا كان قوي العلم راسخ القدم في العلم صاحب سنة على علم وبصيرة بدينه فيرجى إن شاء الله له أن يسلم، لأن الفقه من الأمور التي يتجنب بها الرجل الشبهة، ولهذا الشبهة لا تعرف إلا بضعاف العلم، وأما العلماء الراسخون فلا تعرف لهم الشبهة، ولهذا قال بعض العلماء إن الراسخ في العلم هو الذي لا تعرف له الشبهة. وأما فتنة الشهوات فهذه علاجها قوة العزيمة، لأن الوقوع في الشهوات يرجع إلى ضعف العزيمة وإلى عدم الصبر، فمن رزق قوة العلم وقاه الله فتنة الشبهات، ومن رزقه الله قوة العزيمة وقاه الله فتنة الشهوات، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يرزقه العزيمة على الرشد وغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، مع التوكل على الله ومع مصاحبة أهل الخير والفضل الذين يعينونه على طاعة الله، ومجانبة أهل الشر والفتنة الذين يدعون إلى الفتن وإلى هذه الشهوات وإلى الشبهات. قول السائل: فضيلة الشيخ، نحن طلاب الجامعة وقد اعتمرنا من قبل في أشهر الحج، لكن هذه العمرة ليست من نسك التمتع، فأيهما أفضل علينا في هذه الحال، هل التمتع أو الإفراد؟ إذا اعتمرتم في أشهر الحج ثم حججتم هذه السنة فأنتم متمتعون إذا لم ترجعوا إلى بيوتكم، وإذا كنتم في الجامعة ولكم إقامة في المدينة دائمة وهذا حال الطلاب، فإذا رجعتم إلى المدينة فإذا حججتم هذه السنة فلا تكون هذه العمرة السابقة عمرة التمتع، لأنكم رجعتم إلى أهلكم وإلى إقامتكم، ولكن السنة لكم أن تلبوا بالحج مفردين، بما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية من أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإن الأفضل أن يحج مفردا، قال: وهذا أفضل الأنساك في حقه، قال: وهذا بإجماع الأئمة الأربعة، فالأفضل أن تلبوا بالإفراد، وأما إذا أردتم التمتع فلكم أن تلبوا بالعمرة من الميقات
ثم إذا وصلتم إلى مكة تحللتم منها ولبيتم بالحج كسائر المتمتعين. كل سائل من وقف بعرفة نهارا ثم خرج منها قبل الغروب ولم يعد فهل عليه شيء؟ نعم عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا خرج منها قبل الغروب ورجع إليها في الليل فإنه لا شيء عليه لأنه جمع بين الوقوف في النهار وفي الليل. كل سائل قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية هل يوجد طواف أو سعي؟ هذا يوجد من دخل مكة من الآفاقيين الذين دخلوا مكة وهم يريدون الحج أو القران يطوف طواف القدوم ولهم السعي بعد طواف القدوم. وأما من كانوا في مكة من أهلها وممن تحللوا بعمرة فليس لهم أن يطوفوا وإنما يصعدوا إلى منى كما نبه على هذا الشيخ. كل سائل من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويضيف توحيد الحاكمية قسما رابعا فما مرادهم بهذا التقسيم وما هو المحذور الذي يترتب على ذلك وما المانع من جعله قسما رابعا؟ ليس هناك نوع اسم التوحيد الحاكمية وإنما الحكم بما أنزل الله هو داخل في توحيد العبادة. فإن الحكم بما أنزل الله وتحكيم شرع الله من العبادة التي يتقرب بها المؤمن لربه ولا يسمى هذا التوحيد لأن تسمية هذا التوحيد يفضي إلى القول بعد ذلك أن من فرط في هذا يقول أنه ترك التوحيد وأن من ترك التوحيد أشرك وكفر وهذا يؤدي إلى تكفير المسلمين. والصحيح أن الحكم بما أنزل الله من جملة ما أمر الله عز وجل به وهو عبادة تقرب بها المسلم لربه وينبغي الحذر من تقسيم العبادات تسميتها أنواع مستقلة للتوحيد فإن هذا قد يفضي إلى التكفير لأنه يقال هذا ترك التوحيد وإلا ممكن أن يقال توحيد العفاف ويقال توحيد الأمانة ويقال توحيد الأخلاق ويقال توحيد الصدق وهذه كلها عبادات لا يقال أن هذا التوحيد مستقل. نعم هو توحيد أي أنه جزء من التوحيد ولا يقال أنه توحيد مثل توحيد الربوبية نوع توحيد الأسماء والصفات نوع توحيد العبادة نوع. أما الحاكمية فليس هو نوع وإنما هو داخل في أفراد توحيد العبادة. كل سائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ما الأفضل بعد الفجر في المزدلفة أن يدعو الله بالأدعية العامة أو يذكر بأذكار الصباح والمساء؟ الأولى أن يأتي بأذكار الصباح التي اعتاد عليها ثم بعد ذلك يدعو ويحاول أن يأتي يعني بالأذكار أو بأهم هذه الأذكار خاصة إذا تعود عليها ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل. كل سائل هل يجوز للحاج أن ينوي أداء عمرة لأخيه من مكة أو قبلها من المدينة بعد أداء الحج؟ إذا فرغ من الحج فليس له أن يعتمر من التنعيم أو من غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة خرج منها ليعود إليها معتمرا وإنما العمرة تكون أن يدخل إلى مكة معتمرا لا أن يخرج إليها ليعود. فالسنة أن لا يعتمر وإنما يكثر يعني من الدعاء والتضرع ويدعو لأخيه ويتصدق عنه وأما العمرة يحرم بها من الميقات. كل سائل أحسن الله إليكم أيهما أفضل أن يصلي العبد النافلة في المسجد النبوي أم بالمكان الذي يقيم فيه في المدينة؟ الأفضل أن يصلي النوافل في السكن وفي البيت ولكن يجمع بين صلاته النافلة بين البيت وبين المسجد لأن هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة. وأما الرواتب الأولى أن تؤدى في البيوت ولكن يتنفل في هذه المسجد يعني قبل الصلوات وبعدها ما كتب الله عز وجل. كل سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم متى يصوم غير الحجاج في بلاد الهند لأن يوم عرفة هناك يختلف على حسب التقويم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يعتد به في تحديد يوم عرفة هو وقت الوقوف بعرفة وهذا يرجع إلى ولي الأمر في هذه البلاد فإنه إذا اعتد بهذا اليوم أنه يوم عرفة هو يوم عرفة وهذا بخلاف الصيام في أول رمضان وكذلك الفطر بعد رمضان
فإن هذا يختلف بحسب المطالع. وأما تحديد عرفة فإنه يرجع إلى البلد الذي يقف الناس فيه بعرفة وهي هذه البلاد. يقول السائل: إذا انصرف الحاج من عرفة وتوجه إلى مزدلفة وتأخر في طريقه حتى طلوع الفجر فما حكم ذلك؟ ليس عليه شيء، كما أفتى بهذا العلماء الكبار ومنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن من زحمه زحم في الطريق ولم يصل إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر ليس عليه شيء، حتى ولو لم يصل إلا بعد طلوع الفجر. يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ الأولى أن يتابع المؤذن ثم إذا فرغ يصلي، لأن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، والأذان يفوت، فإذا انشغل بالصلاة فاته إجابة المؤذن، فالأولى أن يجيب المؤذن، فإذا فرغ والأذان وقته يسير، فإذا فرغ بعد ذلك له أن يصلي. يقول السائل: بالنسبة لحج الإنابة لمريض، هل يمكن توكيل شخص من السعودية مع العلم أن المريض أو المتبرع عنه من خارج البلد من خارج السعودية؟ لا بأس، لأن العبرة هو بالميقات، وإنما تكلم العلماء في الإهلال بحج أو بعمرة من مكة، وأما إذا كان من المواقيت فلا بأس، لأن كل من خارج هذه البلاد إذا جاءوا إلى المواقيت أحرموا منها، حتى أهل مصر والشام وسائر البلدان إذا جاءوا إلى المدينة أحرموا من ميقات المدينة، فكذلك يغل بالحج والعمرة عمن أنابه من المواقيت من المدينة ومن غيرها من المواقيت التي يمر بها في طريقه إلى مكة. كل سائل: من اعتمر في شوال ثم هو حاج مفردا في نفس السنة فهل عليه دم؟ إذا رجع إلى أهله انقطع تمتع، وإذا لم يرجع إلى أهله فهو متمتع، لأن شوال من أشهر الحج، وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو القدر المجزي للوقوف بعرفة ليلة؟ القدر المجزي هو أن يقف بعرفة ولو لوقت يسير، ولو مر بها مرورا ولو دقائق، إذا وقف بعرفة صح هذا الركن منه. يقول السائل: من اشترى للحاج أغراضه فهل يقول له مثل أجري لأنه أعانه على هذه الأشياء التي قد لا يتم الحج إلا بها؟ نعم بلا شك، لأن من أعان أخاه على خير فله مثل أجره، والدال على الخير كفاعله، فكيف بمن أعان؟ والله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن خير ما يبذل الإنسان من ماله هو أن يجهز هؤلاء الحجاج بزادهم وبنفقتهم ويعينهم، وإن كان الأصل في الحاج لا يجوز له أن يخرج إلا وهو مستطيع عنده الزاد والراحلة، ولكن إذا يذهب إلى الحج ونفقتك عليه هذا له أجر عظيم عند الله، ويرجى له أن يكون له أجر مثل أجر هذا الذي حج، لأنه هو الذي أعانه على الحج. يقول السائل: غدا نحرم للعمرة متمتعين للحج، فهل يستحد المحرم وينتف الإبط حتى ولو سبق له فعل ذلك منذ 10 أيام؟ ليس من السنة كما يظن البعض الاستحداد والأخذ من الإبطين والشارب وقص الأظافر عند الإحرام، ولكن هذا من ظن أنه يحتاج لذلك، وأما من لا يحتاج إلى ذلك ليس هذا من السنة. ثم إذا كان الرجل يريد أن يضحي فليس له أن يأخذ أصلا من أظفاره ومن شعره شيء عند الإحرام، وأما عند التحلل من العمرة فإنه يتحلل لأن هذا نسك، فيتحلل ولا يأخذ من غير شعر الرأس، وإنما يتحلل التحلل الذي يتحقق به النسك وهو الحلقة والتقصير. يقول السائل: ما صيغة الإحرام للحج بالنسبة للمتمتع في يوم التروية؟ المتمتع هو الذي فرغ من عمرته، فإذا كان في اليوم الثامن يلبي بالحج من مكة يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، لأن العمرة فرغ منها هو الآن يلبي بالحج. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم بالحج بدون تصريح وتجاوز النقاط إلى مكة بطرق غير قانونية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا ليس لي في رأي في هذا، وإنما أذكر الحكم الشرعي، الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فهذا مخالف لأمر ولي الأمر ومخالف لما أمر الله عز وجل به من السمع الطاعة لولاة الأمور، ويحتال على الأنظمة وعلى المصلحة الشرعية. ولربما أيضا حملوا هذا على الكذب، فكان يقال له أنت تريد الحج قلنا، فالمخالف التشرع إلى مخالف. فعلى المسلم أن يراقب الله أعمال الخير كثيرة، وليس العبرة بأن يحج الإنسان، وإنما العبرة بأن يطيع الله في حج أو في غيره. فمن فاته الحج فقد شرع له صيام يعني يوم عرفة، وشرع له صيام هذه الأيام، تضرع إلى الله وقراءة القرآن والحرص على أداء الصلوات خاصة في المدينة في هذا المسجد، والتصدق وكذلك إعانة الحجاج والإنفاق عليه من أعمال البر كثيرة. فالفقيه يعلم أنه إن منع من شيء فقد فتحت له أبواب أخرى في الخير، ولكن الإنسان يكون فقيها بدينه، ولا يجوز له أن يحتال ولا أن يكذب ولا أن يأتي بشيء يقول الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم.